لربما يوم القيامة كان الصدر يفضحك إذا نشر ما في الصدور، إذا حصل ما في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هناك أمراض لا بد أن تعالج نفسك من بداياتها، وبعضنا لديه مرض من 40 عام يتكلم في أعراض الناس لحسده لحقده، هذا داء. البعض منا يهتم بظاهره، فظاهره السنة، فثوبه وسواكه وحف شاربه وتجد ولباسه، ولكن عياذا بالله يخفي كبيرة من كبائر الذنوب تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، أو بغضاء تحلق الحسنات كما يحلق الموس الشعر، أو مرض يتكلم في الناس وهو ينقل الأجور نقلا من رصيده إلى غيره، وهذا كله أعراض مرض باطني، مرض من أمراض السرائر. طيب، بعد ذلك أيها الأحبة، لماذا الحديث عن السرائر؟ لأن القلب هو الملك، والجنود الأعضاء. وبعضنا معاشر الأحبة، لو أن أحدا منا عنده سيارة ظاهرها جديد وجميل وأعطي المفتاح، فقيل له هذه السيارة الجديدة المكينة التي في وسطها وهي التي تدفعها متعطلة، هل ينفعه جمال مظهر السيارة وأنها موديل هذا العام وجميلة منظر؟ والله ما تغني، ما تمشي يا أخي الحبيب، المكينة الماطور إنه متعطل. هذا مثل بعض الناس، ظاهره جميل ومتعطل في قلبه من سنوات طوال، ولم يعمل صيانة لقلبه، لكنه يغسل ظاهره ويطيب وجهه ويلبس أحسن ثوبه ويتجمل بعذوبة اللفظ والقيح والصديد والجمر في قلبه، وهذا وربي هو المسكين. يقول بعض السلف: من أصلح سريرته أصلح الله سيرته وعلانيته. ولذلك السيرة وثناء الناس ومدح الناس والهدوء والسكينة في بعض النفوس سببها صلاح القلب. ويقول أيضا أبو عون رحمه الله: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث. أركز معي أيها المؤمن والمؤمنة، ما هذه الثلاث التي يتواصى السلف الصالح عليها إذا تقابلوا؟ الأولى قال: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. أي والله، أولئك الذين انشغلوا بالمطلوب وبذلوا السبب في المضمون، بذلوا سبب الرزق وما اتكأوا عليه، بذلوا السبب وسألوا المسبب سبحانه، فكفاهم الله جل وعلا هم الدنيا. وذاك الذي كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. الثاني من الوصايا قال: ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس. إي والله، بعض الناس يقول: ودي أتكلم بالحق ولكني أخاف كلام الناس، وش يقولون الناس عني؟ حتى أن بعضنا يربي أطفاله على أن يستحي من نظر المخلوق لا من الله. عيب، يقولون الناس عنا ماذا؟ يقول الناس ماذا؟ فضحتني عند الناس، فشلتني عند الناس، وكل كلامها الناس الناس الناس، ونسي المسكين رب الناس ملك الناس إله الناس. الوصية الثانية: من أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس. الثالث، الوصية الثالثة قال: ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ولذلك تجد أن كثيرا من العمل بلا صلاح نية فاسد هباء، وقليل من العمل مع صلاح النية ينتشر. وكم عاش الإمام النووي وغيره، بعضهم لم يتجاوز 40 ونشر الله علمه وفضله وتتوارث الأجيال علمه، وهو لربما ما علم الناس إلا 10 أو 8 أو 3 سنوات، ولكن بارك الله له لما أصلح سريرته. أيضا ويقول أيضا: وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الفضيحة. الله جل وعلا ينظر إلى القلب، فنحن نريد أن نصلح الظاهر للناس،
فإن كان همي الناس فضحني الله، وإن كان همي هو رب الناس أنزل الله القبول لي. ولذلك بعض الناس مسكين أشغله الناس، وهذا طبعا خلل في صفاء التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سلمان رضي الله عنه: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه، جزاء وفاقا. تفسد هذا يفسد الله لك ظاهرك أيضا. وكم واحد يتجمل أمام الناس ويتفيهق ويلبس ويتشبع بما لم يعطى، يريد أن يثني الناس عليه ولم يثني عليه أحد، لأن القلب فاسد. وبعضهم اجتهد على صلاح باطنه فأصلح الله له ظاهره ونشر الله له المحبة. لذلك أنت لك لب ولك قشر، فالقشر هذا البعض منا يهتم به ويترك اللب. لو انشغلت بصلاح الباطن لأصلح الله لك الظاهر وأصلح الباطن معه، ومن هنا تعيش سعيدا ما عشت.